طوال 3 أشهر من الأزمة الأوكرانية لم تتحرك روسيا عسكرياً وأبقت على تصريحات سياسية، إلا أن ما دفعها لأن تتأهب وتكون جاهزة للقتال هو تطورات أمنية وقعت في سيمفيروبول عاصمة جمهورية القرم التي تتمتع بحكم ذاتي ضمن جمهورية أوكرانيا، تمثلت باشتباكات بين متظاهرين موالين لروسيا من جهة ومؤيدين للسلطات الأوكرانية الجديدة من جهة أخرى، ما أدى بحسب وكالة أنترفاكس الروسية إلى مقتل شخص رجح أن يكون تعرض لأزمة قلبية وسط المحتجين. ولأن أسطولاً روسياً يتمركز في البحر الأسود على ساحل القرم، فإن موسكو ستتحرك لضمان أمن منشآتها وأسلحتها، هذا ما أكده وزير الدفاع سيرغي شويغو الذي كشف أن الرئيس فلاديمير بوتين أمر بإجراء عملية تفقد مفاجئة للقوات الروسية للتأكد من أنها مستعدة للقتال في المناطق العسكرية القريبة من أوكرانيا. على خط آخر، تنتظر أوكرانيا التي تقف على شفير هوية الإفلاس الكشف عن حكومتها الانتقالية، حكومة تسعى السلطات الجديدة الموالية للغرب أن تنهض بالبلاد وتنقلها إلى ضفة الأمان السياسي والاقتصادي. وفي الانتظار، كشف المدعي العام الأوكراني أن الرئيس المعزول فيكتور يانوكوفيتش الذي لا يزال داخل الأراضي الأوكرانية وضع على قائمة المطلوبين دولياً.